السلام عليكم، ازيك يا محمد باشا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا مبسوط جدا ان احنا هنكمل التجربه اللي احنا بدأناها المره اللي فاتت. ومش عارف شهر اغسطس كان عامل معاك ايه، يعني انا حاسس ان ما كانش حلو قوي معايا في المشاهده، ما كانش فيه حاجات كتيره حلوه زي الشهر اللي قبله. طيب الحاجات اللي احنا شفناها مع بعض، شفنا تايم ستيل تيرنز ذا بيجز، تمام، الفيلم الصيني. انا كنت فاكر ان هو كوري لكن هو طلع فيلم صيني بما انه من هونج كونج فهيعتبر صيني يعني. شفنا دكتور سليب، دكتور سليب طبعا ده اصدار تقريبا 2019 او 2021. وشفنا There is Still Tomorrow، الفيلم الايطالي، تمام. وشفنا الفيلم البولندي اللي هو تحقيق او انتروجيشن. هو طبعا انا حاولت اعرف بيتنطق ازاي بالبولندي بس لقيت نطقه صعب قوي، فمش هنقوله يعني، حاجه بروتخاندي حاجه كده يعني. تمام. وانا بالنسبه لي انا بقى كنت مأجل لفتره طويله قوي ان انا اتفرج على مسلسل دنماركي اسمه ذا تشيست نوت مان، تمام. اعتقد ان انت شفته اكيد، اللي هو بتاع القاتل المتسلسل اللي كان بيعمل ابو فروه ده. ده كنت مأجل مشاهدته، كان واحد صاحبي كان قال لي عليه. فاكر انت السنه اللي فاتت لما نصحتيني ان انا اتفرج، او يعني قلت لي في فيلم خلي بالك منه، فيلم مزعج، اللي هو فيلم سبيك نو ايفل. بعد الفيلم ده على طول كلمت واحد صاحبي وقلت له ده في فيلم كذا، وانا اتضايقت جدا وتاثرت وكده. قال لي طب بص، انا في عندي مسلسل عمل معايا نفس التاثير ده، اتفرج عليه قبلها بسنة او حاجة، اتفرج عليه وقول لي رأيك فيه. انا من يومها وانا عندي، عارف انت ايه، قلق كده، مش عايز اخش على مسلسل تاني يعمل لي حالة كده. الشهر اللي فات ده انا كنت بدأت مشاهدة سلسلة طويلة كده هقول عليها دلوقتي، بس جالي يومين ثلاثة كده قلت ايه، قلت لازم اتفرج على المسلسل ده، يعني هقعد عليه بقى واخلصه ورا بعض. المسلسل يعني هو كله تقريبا مش فاكر 6 او 8 حلقات، اعتقد 6 حلقات. انا خلصت كله في يوم، واخر حلقة بس سبتها في اليوم اللي بعده. مسلسل ذا تشيست نوت مان، مسلسل رائع، هايل جدا في كل حاجه فيه ما عدا النهايه. عمل بنا هايل جدا، عمل شخصيات هايله جدا، عمل الغاز وحاجات كده انت عايز توصل ورا الحاجات دي ليه وازاي واشمعنى وكده. عمل كل ده بشكل هايل، تمام، وغموض وقلق وخوف، كل ده موجود بشكل فظيع. جينا لاخر فصل خالص، او مش اخر فصل، اخر حلقة، لما انت بقى بتعرف مين الشخصية اللي ورا كل اللي بيحصل ده، مقدرش يعملها بقى بالشكل اللي مظبوط ومتقن زي ما كانت معمولة في ال5 حلقات. يعني الموضوع فرط منه، يعني هتلاقي نفسك في الاخر بتسأل دي مش منطقية، وده طب هنا ليه عملها هنا، طب ما هو من الاول كذا، طب ما هو باين في حاجات كده، هتلاقي نفسك بتطلع ان هي لا مش مظبوطة في ده. لكن اول 5 حلقات او يعني اول فصلين من المسلسل، اوعدك انك هتشوف مسلسل هايل، مسلسل بص تفاصيله متقنة بشكل فظيع، مسلسل هايل جدا، تمام. حسيت معاه بالظبط نفس اللي انا حسيته في لونج ليجز، اللي هو انا كنت مستمتع جدا ومشدود وكل حاجة لحد التفسير الاخراني ما كانش مقنع بالنسبة لي، تمام. ده برضو نفس الحاجة، بس ده مش حكاية تفسير مش مقنع، لا هو ما قدرش يحكم قوي القفلة بتاعت المسلسل. وفي حاجات غريبة هتحصل في الاخر لما اتفرج عليها، هتناقش انا وانت، هقول لك هو ليه عملها كده، او انت نفسك هتكتشفها يعني. فاتفرجت على المسلسل ده. كلمني عن بيتل جوس بقى. بيتل جوس ده لسه مؤخرا. بص انا بيتل جوس مضايقك قوي. لا بص يعني ايه، خلينا برضه نمسك العصايه من النص. هو مش مضايقني لدرجه يعني اللي هو حاجه تانية هتيجي كمان شويه اقول لك عليها. بس هي الفكره، انا بيتل جوس لغايه من اسبوع انا ما كنتش شفت الجزء الاول اصلا، يعني جزء كلاسيكي وعند ناس كتير مفضل جدا وكده، انا ما كنتش شفته لاني حسيت ان هو تافه شويه، تمام. وللاسف لما شفت الجزء الاول احساسي طلع صح، يعني من وجهه نظري انا يعني حسيته تافه بزياده. يعني هو بيناقش حاجه، بص هو افلام تيم بيرتون عموما الافكار اللي فيها دايما بتطغى على اي حاجه تانية، الافكار والحاجات اللي بيبتكرها سواء اسلوب اخراجي او البراكتيكال افكس اللي بيعملها بعيد عن سي جي اي وكده، هو استاذ في الحته دي. ولكن انا عندي نظريه دايما، مش شرط انت عشان عملت حاجه مبهره يبقى الفيلم حلو، مالهاش علاقه خالص. يعني هو عمل هنا حاجات مبهره وانا معترف في الجزء الاول، ولكن الفيلم نفسه ما قدرش يشيل بقى اللي هو عمله ده، ما عجبنيش خالص، القصه ما عجبتنيش،
بيتل جوس نفسه ضيف شرف ظهر في 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير في الفيلم كله. بقيت الفيلم انا موضوع ممل جدا يعني بصراحه ما عجبنيش، بس كملته للاخر وشفته عشان ادخل سينما بقى. كنت موعد ناس اصحابي يعني كده ورحنا مع بعض. على عكس معظم الناس اللي حبوا الجزء الاول هم ما حبوش الجزء الثاني. انا بالنسبه لي الجزء الثاني الاضافات اللي فيه عجبتني اكتر من الجزء الاول. ايه بقى الاضافات؟ اولا بيتل جوز مايكل كيتون بقى بطل رئيسي خلاص، يعني تمام. مكتوب اسمه قبل اسم الفيلم، يعني خلاص بقى الراجل دلوقتي هو اسطوره ومعاك طول الفيلم من اوله لاخره. دي اول ميزه. تمام. تاني حاجه ويليام ديفو ده مهما اتكلم عنه يعني انا مش هقدر اوصفك انا بحبه ازاي، يعني ممثل فظيع انا بعشقه اصلا. يعني عنده طاقه يعني غير طبيعيه. الراجل ده ممكن يطلع مشهد واحد بس يدي لك طاقه تمثيليه او طاقه كوميديه او طاقه حركيه، وفي سنه ده ما حد تاني يعرف يعملها. فده كان اضافه مش طبيعيه للفيلم، يعني ده لوحده على تقييم الفيلم بالنسبه لي، مع انه ما ظهرش تقريبا برضو على 10 دقائق تقريبا مجمعين كلهم كل مشاهده مش كتير، ولكن اضافه ممتازه في الكوميديا وفي القصه. تمام. القصه نفسها يعتبر فيها اعاده كبيره للجزء الاول، يعني هو معمول من الاخر لمحبين الفيلم. زي عارف انت النوستالجيا بقى يرجع لهم ذكريات بنفس الطريقه تقريبا اللي اتعملت في الجزء الاول. حاجات كتير متكرره بنفس الاسلوب، يعني هو ما عملهاش بطريقه بقى جديده دلوقتي احنا فات كتير قوي عن الجزء الاول. لا، هو حب ان حاجات كتير معموله بالطريقه القديمه، يعني هو مكمل بالطريقه بتاعته اللي الناس بتحبها. فده يعني انا اي حد بيحب تيم بيرتون او الجزء الاول كده كده هيحب الجزء ده، حتى لو اقل شويه من الجزء الاول ولكن هيحبه برضه. بس لكن انا بالنسبه لي انا استمتعت يعني في السينما، استمتعت فيلم خروجه حلوه يعني. لكن هو برضو انا ما انصحش حد بيه الا لو هو بيحب تيم بيرتون يعني. يعني تفهمني الحته دي، النقطه دي مهمه، يعني انت لو بتحب افلامه هتستمتع. هي دي المشكله بس. تمام. اتفرجت على ذا جود لايف طبعا بعد ترشيحك اللي فات وبعد القلق اللي كل الناس عملته ده، وعايز اقول بس يعني نقطه صغيره جدا يعني تعليق على الموضوع. انا مش متخيل ازاي احنا بقينا في سنه 2024 والناس او يعني ناس كتير بتحكم على مجموعه معينه من البشر، بلد، منطقه، مهنه، ازاي يحكموا عشان فيلم او عشان حاجه طلع. يعني انا ازاي ابقى مقتنع ان البلد كلها بتعمل ده عشان في فيلم طالع منها بالشكل ده؟ ازاي يعني مثلا احنا هنفرض ان القصه حقيقيه وكل حاجه وده حقيقي، طيب بس دي حاله فرديه، ده موضوع واحد، ازاي بقى انت تقول ان لا ده هي الـ يعني دي حاله عامه وده بلد ما ينفع؟ زي مثلا اللي بيحكم على مصر كلها لما مثلا يشوف فيلم زي حين ميسره او حاجه، لا دي منطقه ودي حاله دراميه، حاله حصلت فعلا وكل حاجة، بس مش معناها ان الناس كلها كده. طب ما انت يعني انت يا اما ابوك او اخوك او ابن عمك هتلاقيه راح وسافر ورجع، يعني ما اخدهوش ودوه في الصحراء يرعى المعيز يعني. فده بس كان تعليق على الفيلم. الفيلم من الناحية الفنية برضو في شوية مط وتطويل في النص، يعني هو من الاول حلو جدا والاجواء والتمثيل حلو، لكن انا شايف ان في ساعة زيادة، يعني هو كان ممكن يبقى ساعة ونص او ساعتين كويس جدا وكان هيوصل نفس الرسالة بالظبط. لكن الفيلم كتمثيل حلو جدا، المجهود اللي عمله البطل الرئيسي زي ما انت قلت المره اللي فاتت ان هو استحمل وخس وتخن والتاع، وانت بتقول ان هو اتصور كمان على فتره طويله، فيعني ان هو عمل كل ده لا فعلا مجهود يحترم جدا، وفيلم فعلا مؤثر، يعني فيلم من اللي هو من اللي الهنود بيبدعوا فيه حته التاثير في المشاهد، انه بيوصل لك فعلا جوه احساسك قوي ويحسسك ان انت بتعاني زي الابطال بتوعه. فده كان تجربتي مع The Good Life. عندي بعد كده اتفرجت على Inside Out الجزء الثاني، تمام. ده طبعا بقى عشان البنات وكده، فيعني كان هايل جدا. انا ما اتفرجتش عليه في السينما يعني، نزلته واتفرجت عليه برضو برضو بدبلجه مصري. دبلجه اولا هايله جدا يعني، وموصل الاحساس حلو قوي، وزي ما قلت لك انا عجبني جدا اختيار طبيعه المشاعر وفكره الصراع بتاع المشاعر بين مرحله الطفوله ومرحله المراهقه، اللي هو مرحله الطفوله لسه عايزه تحتفظ بالبراءه والحاجات اللي هي عاشت فيها وبتحاول توصل البنت للمرحله دي، وبعد كده التناقض والتقلبات اللي بتحصل في مرحله المراهقه. انا عجبني جدا الطريقه اللي هم، وعجبني طريقه ان هم
صراعهم مع بعض، يعني صراع المشاعر، ان هو قال لهم انتم خلاص ما بقاش لكم دور دلوقتي، انتم خلاص تترموا بعيد، احنا دلوقتي اللي هنقود المرحله دي عشان نخليها بنت محبوبه وتستحمل. عجبني جدا الحته دي، لان ده فعلا اللي هو كل واحد مننا، احنا لما يعني بننتقل من مرحله للثانيه، احنا في احيان كتير قوي بيحصل جوانا، او يعني معظم الوقت بيحصل جوانا ده، احنا مش راضيين على اللي كنا عليه قبل كده، وفي جوانا مشاعر جديده يعني بتمحي وبتحاول تمنع كل المشاعر القديمه ان هي تفضل موجوده. فعجبني جدا ازاي صوروا فكره كبت المشاعر بالطريقه السموذي جدا دي، جدا طريقه سلسه جدا، حطهم في صندوق واقفل عليهم في اوضه خلاص، كانت كبت المشاعر. فكره بسيطه جدا لكن بتوصل بيها افكار عميقه كتير. يعني بص اكتر لقطه بص ابهرتني، اللقطه لما هي جمع عمال يهدوا لوحه الكنترول القديمه وبيكسروا بيعملوا احنا خلاص هنعمل. عجبتني جدا اللي هو يعني حاجه كانها في الواقع فعلا، اللي هو انت بتغير الكنترول بتاعك، وفي الحقيقه هي بتحصل كده برضو، يعني جوه النفس البشريه بيحصل ده. وانا اصلا من يعني انسايد اوت حتى من الجزء الاول كان عاجبني قوي فكره ان الذكريات ازاي بتتخزن، وازاي ان هي الذكريات دي هي اللي بتشكل الشخصيه كلها بعد كده. فهي فكره عبقريه جدا، وانا عايز اقول لك ان يمكن مفيش حاجة تفوقت على انسايد اوت بالنسبة لي في كل الانيميشن، غير يمكن فيلم سول. بتهيألي فيلم سول هو برضو اللي فيه الفكرة دي، اللي هو حاجة دخل قوي جوه النفس البشرية، يعني يمكن هو ده الوحيد اللي يتفوق على انسايد اوت. غير كده لا، يعني انسايد اوت بجدارة ياخد من احسن الانيميشن اللي بيتكلم عن النفس البشرية، سواء للكبار او للصغيرين. يعني انا بتفرج عليه وبشوف وبفهم حاجات جواي انا وانا كبير، مش الطفل بس. يعني الميكس ده، الميكس ده العظيم جدا، يعني انه يعمله لكده وكده ويليق لكل الناس، ممتاز. لا عبقرة جدا، والحمد لله ان هم ما دخلوش في موضوع الاجندات برضو، لان ده يعني كان ايه هيدينا لهم يحاولوا يضغطوا بحاجة معينة. لا يعني الحمد لله ما كانش فيه تركيز على ده. يعني اتفرجت برضو على حاجة تانية كنت مأجلها من فترة طويلة قوي، فيلم عفاريت الاسفل، فيلم من بطولة محمود حميدة وعبد الله محمود وسلوى خطاب وحسن حسني. الفيلم ده يعني انا اجلته مشاهدته من فتره طويله، لان انا كنت عايز اتفرج على كل الافلام اللي عملها المخرج اسامه فوزي الله يرحمه، تمام، انا بحبه جدا جدا، اللي هو مخرج فيلم بحب السيما. فكنت ماجل مشاهده الفيلم ده عشان كنت عايز افهم هو الفيلم ده ليه ما نجحش في السينما وقتها. وفيلم عفاريت الاسفلت انا بالنسبه لي يعني في حاجه في ميكس كده يعني غريب شويه، ان الفيلم لحد التلت التاني ليه هو ماشي في خط معين، خط واقعي جدا، خط بيبين حياة سواقين الميكروباص، الحياة بتاعتهم، بيوتهم، العلاقات، التداخلات اللي بينهم، الحاجات المتشابكة قوي اللي كلهم مع بعض. وجي في الربع او يعني في التلت الاخير تحول لغة شاعرية جدا، لغة فلسفية عميقة بتاع. يعني انا ما قدرتش اتقبل قوي النقلة دي، كنت اتمنى لو هو من الاول خالص هيبقى يدخل في الرمزيات او كده، يبقى من الاول خالص هو مبين ده ويستعرض كل عضلاته في المنطقة دي، او ان هو يكمل في فكرة الواقعية وفكرة العلاقات اللي موجودة في المنطقة العشوائية دي في حلوان، ويبين ازاي الناس دول بيتعاملوا مع بعض وهيأثر ده على شكل بيوتهم بعد كده ازاي. لكن هو اختار انه يعمل ده، هو اختار ان هو يبين حياتهم بكل التداخلات اللي فيها، وبعدين يدخل في نهاية شاعرية، يعني حاجة كده عميقة قوي يعني. لكن الفيلم عجبني جدا، لغة السينمائية عالية جدا جدا، مع انه فيلم يعني من فترة قديمة قوي، يعني من اواخر التسعينات تقريبا. هو مع جنة الشياطين اللي انا لسه هتفرج عليه برضو تانية، يعني هشوفه مرة تانية، كانوا فعلا انت شفت جنة الشياطين؟ شفت جزء منه ما كملتوش، فانا هتفرج عليه كله، تمام، يعني لكن عارف فكرته الاساسيه. يعني هم انا بالنسبه لي هم دول الخطوات اللي فعلا وصلت ان هو يعمل فيلم بحب السيما. وانا بحب السيما بالنسبه لي من احلى الافلام، يعني يمكن هو احلى او تاني احلى فيلم عربي بالنسبه لي، سواء هو او فيلم الحريف، يعني الاثنين في المنطقه دي. فانا بحب جدا فيلم بحب السيما، وكنت عايز اعرف اكتر عن المخرج اسامه فوزي الله يرحمه. ففيلم عفاريت الاسفلت وراني مرحله مهمه جدا من حياته. انا برضو من ضمن الحاجات اللي شفتها وبرضو كنت مأجلها الفترة، فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وأدم شرقاوي، ومن إخراج عمرو سلامة. والفيلم ده فيلم شماريخ، يعني انا كان عندي طموح
اكتر من اللازم فيه، لان انا بحب عمرو سلامه، ويعني برغم ان في ناس كتير بتنتقد وبتقول حاجات كتير كده، لكن انا بحب اجتهاده وبحب اخلاصه للسينما، وان هو بيحاول يعمل حاجه جديده وحاجه مختلفه. لكن بصراحه الفيلم مش عارف يعني ما ظبطش معايا على الموجه اللي انا خلاص حطيت نفسي عليها. يعني انا عرفت ان هو هيبقى فيلم اكشن، عمرو سلامه عايز يعمل حاجة مختلفة بشكل مختلف بطريقة اكشن جديدة، اوكي تمام زبطني نفسي على كده. لكن الفيلم فيه شوية مشاكل، مش هقدر اقول ان فيه مشاكل في اداء الممثلين، لا يعني عادي، ما بالنسبة لي كان اداء كويس. لا وبرضو اداء جيد. ابص هنستبعد امينة خليل، بس اداء جيد الى حد ما. لكن لا انا ما عجبنيش نفسه التتابع بتاع المشاهد وطريقة سير القصة نفسها، انا ما كنتش مقتنع بيها قوي. يعني كنت بحس ان هو مش سايب الحكاية تمشي بتسلسل منطقي، على قد ما هو كان عايز يوصل من نقطة لنقطة ومش مهتم في النص بين النقطتين ايه اللي هيرتبه عشان يوصل للنقطة اللي بعدها. بمعنى ان انا عايز اعمل مشهد هنا مثلا في تهديد كذا، المشهد اللي بعده في انتقام، التسلسل بين التهديد اللي كان بيتعرض للبطل والانتقام اللي هو او الخطوه اللي اخذها كرد فعل بعد كده، المشاهد اللي في النص ملهاش اي معنى وملهاش اي لزوم، بحيث انك تقول مثلا ان هو انتقل من النقطه الف للنقطه ب، لا هي مش ماشيه كده. هو في حاجات كتيره بتدخل، الحاجات دي بتؤثر على قراراته، بس في الاخر هو لما بيروح ياخد الرياكشن ده، لو انت كنت حطيت لي المشهد ده بعد مشهد التاني بالظبط ما كانش هيبقى في اي فرق. عارف انت لما تحس ان في ايه يعني، بيحط لك مشاهد كتيره بس انت مش مستفيد منها بشيء، لا كون لك وجهه نظر مختلفه عن البطل ولا فهمك حاجه معينه، ما فيش اي حاجه. يمكن بس في اخر الفيلم خالص اللي بدا يحط شويه تفسيرات وتبريرات ويعني ايه كلام من شخصيه امينه خليل يقول يعني يبين التغيير شويه اللي حصل لها. لكن الفيلم بالنسبه لي متوسط برضو، مش هقول ان هو فيلم سيء جدا، لكن انا بالنسبه لي كان اسوأ حاجه فيه هو ادم الشرقاوي، اداؤه ما كانش مقنع خالص بالنسبه لي في الشخصيه دي. الشخصيه دي كانت محتاجه حد تقيل شويه في التمثيل وتقيل في التحكم باللغه وباللهجه المصريه عشان يعملها ويوصل الاحساس اللي هو المفروض يوصله، لكن هو انا كان عندي مشكله معاه في طريقه الكلام ومشكله في طريقه الاداء، فعارف انت اتفصلت من الحتتين دول. فدي كانت تجربتي عن فيلم شماريخ، مش عارف انت شفته ولا لا، ولو شفته قول لي ايه رايك فيه. شفته انا. بص انا عندي مشكله شويه مع اخر شويه افلام كده لعمرو سلامه، يعني انا كنت بحبه اول ما ظهر، يعني اول بداياته اسماء ممتاز جدا، لا مؤاخذه ممتاز، حاجات زي كده انا كنت بحبه في الاول، على الرغم اني كنت معترف ساعتها يعني لا مؤاخذه شارب كتير قوي من ويس اندرسون، بس انا ما كانش عندي مشكله. اشرب من اي اسلوب انت عايزه ما عنديش مشكله، ولكن اعمل لي فيلم مصري حلو يعني يكون خاص بينا، مش بس تاخد من مخرج وخلاص. زي شماريخ دلوقتي، شماريخ خد من ايه، خد من اولد بوي مثلا مشهد الايه الكوريدور او كده اللي هو اللي بالعرض، عامله وحش جدا يعني. انت خدته ليه؟ ما انت مش عارف تعمله كويس خدته ليه؟ يعني انا ما عنديش مشكله تاخد مشهد اللي انت عايزه تعمله، اعمله كويس بقى. دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره الشماريخ نفسها، معلش انا شايفها طفوليه شويه يعني معلش يضرب شمروخ على العربيه تنفجر، يعني الموضوع مش كده يعني، احنا عايشين معاكم في نفس المكان وعارفين الشماريخ بتعمل ايه. زي ما هو قال، هو كان عايز يعمل اكشن مختلف قوي، بس مش ما لازم يكون في منطقيه برضو، يعني حتى لو انت عايز تعمل حاجه مختلفه قوي لازم يكون في جزء منطقي. تمام بالظبط. يعني بس عندك مثلا مشهد الشقه كان ممتع شويه، لما كان في الشقه وفي دخان كتير وكده، ده يعني نوعا ما عجبني. على فكره اداء ادهم ما كانش يعني وحش قوي، انا كنت يعني حبه في المنطقه بتاعته، يعني هو مش بيعمل نفسه ان هو زعيم عصابه يعني، بس اللي هو في الحته بتاعته هو كده كده طالع اصلا مرفه وطالع فوفي وكده، فانا كنت حبه في الحته بتاعته دي. ايوه بس انا بالنسبه لي المشكله اسطوري يعني، المشكله في حته ان هو سايكو. سايكو محتاجه تمثيل، يعني محتاجه اداء اكبر من كده شويه. هو مبين ان هو سايكو، فهو مش سايكو. ماشي، ما هو كانه بيستهبل او كانه يعني بيهزر وبيتريق، بس ماشي، ما انت لازم تبين انك سايكو، انك مخيف فعلا. انا معاك في دي تمام، بس ده الكلام ده نتكلم عليه امتى؟ لما يكون الاداءات الثانيه فوق قوي وده وحش. بس لما تكون الدنيا كلها قريبه من بعضها، فانا عشان كده ما حسيتش ان انا بنفور منه، لان الاداءات كلها يعني امينه خليل بقى لها 10 افلام بتصرخ بس.
تقريبا يعني بقى 10 افلام بتزعق وبتصرخ ايا كان الصياغه. انا كنت بحب امينه خليل برده اول ما ظهرت وفي المسلسلات بتاعتها كويسه، لكن في الافلام محتاجه بس ايه تهدى شويه يعني تعمل حاجه ايه تهدي التون شويه بس الفيلم يعني بس لكن الفيلم بقى على الاقل احسن من بره المنهج مثلا بالنسبه لي. بره المنهج شوية لا في مشاكل بقى للصبح اقعد اتكلم فيها، لكن ده على الاقل هو يعني خلاص هو قال لك انا فيلم تافه يعني قشطه فيلم اكشن يعني عادي ما فيهوش حاجه مثلا مش بيدعي ان هو حاجه تانية او كده، فتمام انا خدته في السياق ده واستمتعت بيه للاخر يعني، لكن هو فيلم متوسط طبعا يعني مش اكتر من كده. تمام. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي انا اتفرجت عليها الشهر اللي فات ده ويعني اتفرجت عليها اكتر من مره عشان كنت بجهز لحوار عنها، فيلم احنا بتوع الاتوبيس، عملت حوار عنه مع الدكتور اسماعيل راضي فاتفرجت عليه اكتر من مره، وطبعا يعني مش هتكلم عنه كتير لو الناس عايزه تعرف احنا قلنا ايه يعني هسيب لهم لينك الريفيو يعني. وانت النهارده يعني خلاص كمان قلت لي على فيلم انا اكتشفت ان هو احنا بتوع الاتوبيس بتاع بولندا، فيعني خلينا نتكلم بقى عن بالظبط خلينا نتكلم بقى عن فيلم انتروجيشن او فيلم تحقيق، فيلم بولندي تم انتاجه سنه 1989. بصوا يا جماعه انا هسيب لكم اسامي البطله والحاجات دي كلها عشان انا ما اعرفش الاسامي وما حفظتش الاسامي، بس عايزين نتكلم عن القصه نفسها. ما اعرفش القصه حقيقيه يعني حصلت فعلا ولا يعني هي بس تعبير عن الشكل الحياه في بولندا في الخمسينات، ما عندكش معلومه؟ اوكي بص ما عنديش معلومه، ولو كده كده الحاجات السياسيه دي بالذات المعلومات فيها ما بتبقاش يعني ادق حاجه. ولكن اللي كلنا متاكدين منه ان الفتره دي حصل فيها اكتر من كده يعني عادي. فقصه زي دي في النص عادي جدا انها تحصل يعني مش حاجه مثلا خارقه او كده، لا عادي بتحصل اكتر من كده. وشفت افلام فيها حاجات اسوأ من كده بكتير، ولكن الفيلم ده ازاي يقدر يجمع بين البلاوي اللي كانت بتحصل وقتها في قصه محبوكه حلو جدا جدا بتمثيل اسطوري يعني، دي لو حطيت يعني تمثيل النسائي مثلا اقوى 10 او 5 اداءات تمثيليه نسائيه دي هتخش في وسطيهم انا شفتها، فحاجه مش طبيعيه. فكون انت تعرف تجمع كل ده في فيلم واحد هو ده الابداع بقى. انت فاهمني انت تجربتك عامله ازاي؟ انت داخل على الفيلم طبعا ما تعرفش عنه اي حاجه. لا خالص انا لسه متفرج عليه النهارده ترشيحه خلاص وبعدين دخلت عليه. خلينا نتكلم الاول على القصه بتدور على مغنيه بيتم اعتقالها وحبسها في يعني مسار تحقيق سياسي معين، وطول التحقيق هي بتتعرض طبعا للتعذيب والترهيب وكده عشان تعمل اعتراف او تقر وتقول معلومات على حد معين، وبعدين في اخر الفيلم بنكتشف حاجة مفاجأة جدا يعني عن الحد والكلام ده كله. والفيلم ده انا عايز اتكلم بس يعني خلينا اول هتكلم على اداء البطله، انت فعلا زي ما انت قلت البطله اداء فظيع، انا بالنسبه لي يعني دي ميريل ستريب بتاعت بولندا يعني دي حاجه ممثله فظيعه في كل حاجه عندها، بتمثل بكل حاجه فعلا في جسمها ويعني حاجه فظيعه. عايز اقول بس ان الفيلم ده زي ما انا قلت ان هو يعني احنا بتوع الاوتوبيس بتاع بولندا، بس هو جه في الاخر وقلب على الفيلم اللي هو بتاع انصنديل اللي هو بتاع حرايق، تمام؟ قلب الحته الاخيره دي. فيعني انا مش عارف يعني انصح الناس بالمشاهده، بس طبعا انتوا هتدوخوا شويه لحد ما تلاقوا موقع، هسيب لكم لينك تحت برضو للموقع الوحيد اللي لقيت عليه الفيلم بالترجمه العربي لو الناس تحب تتفرج على الفيلم. الفيلم صعب جدا وقاسي، واللي هيقرر يتفرج على الفيلم يستعد يعني كم كبير جدا من المشاعر وال يعني العواطف اللي هيبذلها وهو بيتفرج على الفيلم ده. انت طول الوقت بتسأل ليه، وانا فعلا لحد يعني قبل اخر 10 مشاهد انا فعلا مش فاهم طب هم عايزين منها ايه بالظبط. يعني انا ساعات انا مثلا قلت ان هي يمكن ضايقت حد معين فهو مستقصدها، يطلع في الاخر ان الموضوع يعني تسديد خانات وشغل موظفين عادي جدا، بس بيتحول بشكل يعني دراماتيكي لاتجاه تاني خالص. فهو فيلم هايل جدا، وما اعرفش يعني زي ما لو حد فعلا حب يتفرج عليه يهيئ نفسه ان هو يعني ايه يستحمل زياده شويه. وبالنسبه لي فيلم رهيب يعني انا مش هنسى الفيلم ده. احمد انت شفت فيلم سالو؟ لا مش فاكره، لا مش عارف انا شفته ولا لا، بس يعني لو انت بعت لي البوستر هبقول لك انا شفته ولا ممكن اكون شفته بس مش فاكر مثلا اسمه حاجه. هو كده انت ما شفتوش، لان انت لو شفته مش هيتمحي من عندك نهائي. دي حاجه انت تجربه مش هتتنسي، تمام؟ هو ايه فيلم ايه جنسيته ايه؟ هو ايطالي بيتكلم عن الفاشيه.
لا يبقى لسه ما اتفرجتش بس ده عليه. مش ترشيح، ده مش ترشيح، خلي بس ركز في كلامي، ده مش ترشيح. صعب ده مش كده؟ فيلم، ده فيلم. بص، هو الفيلم الانتروجيشن ده جزء من الفيلم التاني، يعني ده ممكن يبقى مشهد خبر كل الفيلم ده مشهد من فيلم سالو. هو فيلم سالو ده عبارة عن 120 يوم من التعذيب، اوكي، ايام الفشاية بقى، وبرضو طلاب برضو اتاخدوا وحاجات زي كده، نفس الفكرة يعني. ولكن التاني عبارة عن كفيلم مش بنفس قوة انتروجيشن. هي عشان كده انا بقول لك المثال ده عشان اوصل لك حتة ان انتروجيشن جمع بين التعذيب والمشاهد الصعبة وكل اللي عايز تقوله قوله، وبين فيلم جيد جدا وممتاز على مستوى السيناريو والتمثيل والاخراج وكل حاجة. لكن التاني كان هو بيخليك تتعذب معايا بس، يعني هو بيوصلك العذاب بس. فاهمني؟ فعشان كده انتروجيشن مميز، مميز جدا، عجبني جدا الفيلم. تمام، انت جالك الترشيح ازاي بتاع انتروجيشن؟ يعني مين اللي قال لك عليه او انت شفته فين؟ ده واحد سعودي صاحبي من على تويتر، تمام. بس يعني الفيلم ده ما لقيتش ناس كتير شافته، يعني لما دخلت على ليتر بوكسد ما فيش عدد كبير شافه، وكمان هو مش بسهوله تلاقيه الفيلم نفسه. دي مشكله تانية، شوف انت قعدت تدور عليه برضو فتره. فدي كلها صعوبات. انا اتفرجت عليه وانا بتعذب، الترجمه كانت سيئه جدا. فكنت مضطر صباعي على زرار الترجمه طول الفيلم، انت متخيل؟ عمال اقدم الترجمه كل مشهد اقدمها، كل مشهد اقدمها. فانا يعني ده كان عذاب تاني غير العذاب بتاع الفيلم وانا بتفرج. بس الفيلم الحلو يجبرك تحبه ايا كانت الظروف اللي بتتفرج عليه. هو فيلم حلو جدا جدا سينمائيا، فيلم حلو جدا، المونتاج بتاعه هايل، الفيلم المونتاج بتاعه رهيب. ان اصل يعني حته ان انت تظبط الايقاع خصوصا في المشاهد اللي فيها حركه وفيها نقله من مكان لمكان، لا هايل جدا جدا يعني. والشخصيات كمان اللي معاها، يعني نتكلم على البنت نفسها بس، الشخصيات اللي معاها في الزنزانه في تنوع، وفي كل واحده ليها طابع خاص وليها تمثيل خاص. انا اتخنقت من الشخصيه المخلصه قوي للشيوعيه دي، اتخنقت منها اصلا يعني، حاجه صعبه. فدي برضو من قوه الكتابه، التنوع اللي معاها، مش كلهم في اتجاه واحد مثلا مظلومين وقاعدين يعيطوا وخلاص، لا كل واحده ليها فكر معين، وكل واحده ليها حياه تانية، ليها حياه معينه. بص نيجي بقى، نيجي بعدها بقى للفيلم اللي فعلا 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 اثر فيا جدا جدا، وانا عايز اقول لك ان انا بعد ما اتفرجت عليه زي ما انا قلت لك كده حسيت حاجات كتيره صعبه قوي عندي انا في حياتي نفسي، وبعدين رجعت خليت مراتي تتفرج عليه برضو لقيتها عماله تعيط. يعني فيلم تايمز نفس اللي حصل معايا، تايمز ستيل تيرنز ذا بيجز، الفيلم الصيني اللي بيحكي عن مدرس في مدرسه ثانوي بيوصل له جواب في تهديد بالانتحار من واحد من الطلبة، والجواب ده بيخليه يستدعي ذكريات يعني قديمة لأخوه اللي قام بالانتحار برضو وهو صغير. والفيلم فيه دروس عظيمة، دروس في كل حاجة، دروس في الإنسانية، دروس في التربية، دروس في العلاقات، دروس في تأثير كل حاجة صغيرة انت ممكن تفتكر ان هي بتعدي ومحدش بياخد باله منها، ويا عم ايه اللي هيكون حصل له، يعني تكتشف ان الحاجات دي بتتراكم فوق بعضها وبتؤدي لنتيجة خطيرة جدا، مش بس بتأثر في حياة الشخص، بتأثر في حياة كل اللي حواليه. انا عايز اقولك ان الفيلم ده طبعا انا مش هحرق للناس الحبكة بتاعت، بس انا في النص لما عارف انت بيحصل التويستية دي، لما بتعرف ان ايه ده انت كل ده بتشوف قصة حياة مين، وانت طول الفيلم عملت انت فاكر انك بتشوف حياة واحد تاني. فانا عايز اقولك التويستية دي لما حصلت انا اتخضيت، انا رحت موقف كده الفيلم، ايه ده يعني كل اللي انا بشوفه ده مش هو ده. هنا بقى انا فهمت اكتر وحبيت الفيلم اكتر، لانه بجد فيلم منطقي جدا. الشخصية الرئيسية عندنا طبيعي جدا لما هيكون حصل لها الحدث الصادم جدا في حياتها ده هي هتتحول تكون ده. انا ما كنتش هحترم الفيلم ابدا، وكنت هطلع اشتم فيه لو كان طلع ان هو ايه اتأثر شوية ومش عارف، لا التأثير كان لازم يكون واصل للمنطقة دي ولازم يكون بالاستمرار. هي لازم هو لازم يصدمك عشان يوصل لك القصة. هي الفكرة في الصدمة في كده. يعني في 3 4 افلام مثلا ممكن افتكرهم بنفس المنطق ده، اللي هو القصص الحلوه كتير في الافلام، ولكن في قصص معينه لازم يصدم المشاهد عشان توصل له. يعني عارف انت اللي هو ايه، بيرمي ميه ساقعه عليك عشان يفوقك. تمام، هو ده الاحساس. يعني هو دش الميه الساقعه ده اللي حصل في نص الفيلم،
خلاك تفوق، خلى كل كلمة بعديها كل مشهد بعديه بحسابات مختلفة تماما عن المشاهد اللي قبليه. انت فعلا. بدأت تفكر بمنطق مختلف، لان انت خلاص انت اللي حصل ده هيخليك تعرف ان لا، الموضوع مش مجرد زعل او اكتئاب شوية وخلاص، او لا او مش كده. فلا، فيلم صعب، وفيلم انا دخلت عليه برضو ما كانش لسه في حد كتير شافه، هو واحد بس اللي رشحولي، واحد برضو صديق، بس ما كانش لسه في ناس كتير شافته، بس بعد ما شفته بقى ناس كتير شافته بعد يعني. فانا ما كانش في حتى اكون رأي من حد يعني، ما حدش قال لي مثلا الفيلم ده حلو كذا، حد قال لي لا. انا دخلت عليه وانا عارف ان هو قال لي ايه الفيلم فيه مفاجأة حلوة مش عارف ايه، بس انا برضو الفيلم انا انفستد شوية جوه الفيلم وجوه الفكرة، لدرجة ان انا نسيت ان في حاجة اصلا هتحصل، ان في تويستاية هتلاقيها وقعها. وبعدين التويستاية الجامدة اللي ما تبقاش مستني انها تحصل خالص يعني. انا فيلم زي ده، فيلم درامي زي ده، ايه اللي ممكن يحصل فيه يعني؟ ايه التويستاية اللي ممكن؟ عادي يعني، فيلم عادي هتحصل يعني، عادي يا فاهم. فانها تحصل بالشكل ده وبالتغفيلة دي، فتأثيرها كان صعب. وعلى فكرة انا برضو سبت لمراتي بعد ما مشيت، نفس اللي حصل معاك، وشافته برضو نفس الفكرة، وقعدت يومين متأثرة بيه فتقريبا الفيلم ده جاب كل الارض يعني. لا، انا عايز اقولك ان بص يعني، هو الخدعة والتويستية الجامدة اللي فيه فعلا، حتة اللي هو ايه، ان الخطين الزمنيين لعرض الاحداث، اللي هو خط الماضي بين الاطفال، وبعدين خط الشخص الناضج اللي هو المدرس، انت طول الوقت عندك يعني خط كده عمال توصله من هنا لهنا، بتقول ان هو ده حصل له كذا، ما بقى ما كانش شاطر، ما كانش مجتهد، فبقى ده طبيعي جدا. انت ماشي طول الفيلم جميل جدا، هو هنا مش عارف ايه، ربنا ما يعني ما خدش بايده فما وصلش كذا فبقى كذا، فجأة توصل في النص، ايه ده، هو ده اللي حصل، ده تعيد تفكير بقى. وفي حاجة كمان انا حبيتها يعني في الفيلم ده جدا جدا، انه ما جابش مشهد التغييب الشخصية السنوية، او يعني الشخصية الرئيسية التانية، ما جابوش خالص، عمل تحول هادي جدا، مجرد ان الباب بيتقفل فجأة يجيب لك منظر السطوح من فوق فاضي، انت بعد شوية بتترجم ان حصل حاجة. انا اقول لك على حاجة، انا من فوق قلت هرب، قلت يا والله العظيم، انا فضلت 5 دقايق بعدها قلت هو هرب، هو ايه، ما خدتش بالي ان ممكن يكون الحدث اللي حصل له ده فعلا هو ده، هو خد فعلا القرار ده، هو عمل كده. طب وبعدين، امال مين بقى اللي انا بتفرج عليه؟ فجأة يجي لك بقى ان هو لا ده، بس انا فضلت بقى شوية بقوله هو انا كنت مش مركز، انا كنت حاسس ان انا ما ركزتش كويس. انا كنت ايه، خلطت الشخصيات ببعضها بجد، انا شكيت في نفسي انا. وبعدين خدت بالك من اخوه وهو بيتكلم معاه في مره لما كان متفوق، وبيقول انا عايز تبقى زي اخوك ومش عارف ايه، اخوه قال له انا مش مستمتع انا مش حاسس ان انا مبسوط بالمجال ده اصلا. عارف انت، ما هي دي برضو ده درس تاني يعني. أيوة، هو أيوة. انت بتضغط على اولادك وممكن يتفوقوا كل حاجه وتبقى انت مبسوط، بس هم مش مبسوطين. دي بانت عشان يرضيك انت، بانت معايا قوي لما كانوا الاثنين نزلوا يلعبوا مع بعض وراحوا يجيبوا الجيم بوي، بانت معايا جدا ان هو هنا الطفل تحرر من كل الضغوط اللي عليه، اللي هو الطفل الثاني اللي هو يعني مش إيلي يعني، ان هو لا، هو عايز يلعب وعايز يفرح ومش عايز هو عايز يعيش طفولته طبيعي عادي. بالظبط، هو قال لاخوه، قال له انا مش مبسوط بالعيشه دي. انا اكتر لحظه وجعتني انا بجد لما كان بيحضنه وهو نايم والتاني مش عايز يصحى حتى ولا يحضنه ولا يفرح، اللقطه دي انا حاسس ان هي دي اللي خليته ياخد قراره يعني، اللقطه دي بالذات اللي هو انا مش مستني اي حد من الدنيا يعمل لي اي حاجه، انا مستني اخويا بس هو اللي يكون معايا في اللحظه دي. فلما حس ان حتى اخوه مش مديله اهتمام، مش بتاع، راح بقى في الايه، في الحاجه دي. بننصحكم يا جماعه جدا اتفرجوا على الفيلم، الفيلم ده هيغيركم جدا جدا. انا شخصيا اتغيرت، انا ما بقيتش، لا بقيت بزعق وبتاع، انا بقيت خايف طول الوقت يعني. انا اتربيت من الفيلم ده، فبنصح الناس كلها ان تتفرج على الفيلم ده، فيلم تايم ستيل تيرنز ذا بيجز، الترجمه بتاعته وما زال الزمن كفيل بتقليب مش عارف ايه، انا بالنسبه لي وما زال ايه الزمن يطوي الصفحات، احنا كلنا صفحات، صفحه بتطوي صفحه تانية بنقرا فيها اللي موجود، كل واحد مننا هو صفحه في الزمن، الصفحة او الشخص ده لما بيبقى موجود وبعدين يختفي بيبقى فعلا عامل زي الكتاب بالظبط، هو اتقلب خلاص، راحت الصفحة دي، انت بقى بتشوف الصفحة اللي بعدها، لكن الصفحة اللي بعدها في كتير قوي من اللي مكتوب فيها اللي كان في الصفحة اللي قبلها.
فيعني ركز قوي وخلي بالك عشان اللي انت بتعمله هنا هتلاقيه بياخد يعني اكتر من نتيجة واكتر من تأثير في اللي بعد كده. فيعني فيلم هايل جدا وبننصح الناس مشاهدته. وانا بالنسبة لي لو يعني بقول تقييم يعني هو فيلم فوق الممتاز في كل حاجة، في كل في التمثيل في النص في التصوير في الموسيقى. انا من يومها اصلا وانا عجبني جدا الريفريل اللي هي بتاعت المؤلف الموسيقي اللي هي الموسيقى اللي كان بيعزفها على البيانو. انا اصلا انا عايز اقول لك حاجه، انا من اول ما اتفرجت على الفيلم انا جاي في بالي ويست وورلد، لان دي الموسيقى اللي كانت موجوده في الجزء الثاني او الثالث تقريبا، الموسيقى دي اللي هي موسيقى الاحلام دي كانت بتيجي على طول كل ما بيجي. فاكر انت ديلوريس بتحلم، الموسيقى دي على طول كانت بتيجي، فلان هي الموسيقى أيوة اسمها أيوة. الاحلام. فانا على طول الموسيقى دي في بالي، فلما اتفرجت على الفيلم كمان اتعلقت بيها اكتر. ف انا بالنسبه لي فيلم هايل جدا، واعتقد بالنسبه لك كمان. فيلم ممتاز فعلا. تمام. فيلم ممتاز. طيب خلينا بقى نتكلم على فيلم خفيف ولطيف جدا، فيلم There's Still Tomorrow. تمام. وانا عايز اقول لك الفيلم ده يعني على طول اول ما اتفرجت عليه فكرني بفيلم تاني كده، يعني هو دخلني شويه في فيلم يعني روم اوبن سيتي اللي هو بتاع فليني، بس ايه بقى بالحته بتاعت جو جو ايطاليا يعني. لكن انا عايز اسالك حاجه تانية بقى، بما ان الفيلم ده برضو متصور ابيض واسود، انا اول ما دخلت بدأ انا على طول رجعت الريبلي، انا ما هي فعلا ايطاليا فيها الحته دي، انت لو شفت اي حاجه تحس هي بلد واحده، هي مكان واحد، هي حاجه واحده ايا كان الزمن، بطريقه التصوير دي بتحس ان هم في عالم واحد. يعني انا كنت متخيل ان البطله دي ان البطله دي هتمشي في شارع هلاقي ريبلي جاي بيقابلها مثلا او حاجه. انا حبيت ايطاليا بسبب الفيلم ده والمسلسل التاني بصراحه. بص، هو الفيلم الاول نحكي بقى قصته سريعا، هو بيتكلم عن احداثه كلها بعد الحرب العالميه، وكان لسه الحرب العالميه الثانيه، وكان لسه السيدات في ايطاليا ما لهمش حق التصويت. الكابت بقى اللي عند الستات اللي هو انتوا مالكوش لازمه من الاخر يعني. هم كان الرجاله معظمهم ساعتها بيعاملوهم المعامله دي جد، انتوا مالكوش لازمه، انتوا ايه، انتوا زياده عدد او كماله عدد بس في ال. فازاي فيلم يناقش قضيه نسويه مهمه من غير ما يصرخ في وشك؟ يعني هو بقى يطلعوا بقى يلطموا والكلام، لا هو بيناقش قضيه اوريدي مهمه واوريدي حصلت واوريدي يقول اللي انت عايزه عليها، ولكن بطريقه عقلانيه جدا. وعلى فكره هي المخرجه واحده ست، هي البطله، هي المخرجه بتاعت الفيلم بجد، هي او التجربه الاخراجيه ليها، هي نفس البطله، تخيل، شاطره جدا جدا، او التجربه الاخراجيه ليها يعني. ف ان هي تنقل كل ده وهي واحده ست اهو، وعادي بقى وقصه حقيقيه ممكن تعمل اللي هي عايزاه فيها، لكن بشكل عقلاني، بل بالعكس كمان تدخل الكوميديا السوداء في وسط المآسي اللي بتحصل. الميكس ده احيانا غنائي واحيانا راقص، كل الحاجات دي تمزجها ازاي في فيلم واحد؟ فدي عبقريه مش طبيعيه. وهي بقى كممثله بقى الجانب التمثيلي بتاعها بعيد عن الاخراج، وشها بيقول كل حاجه. هي ازاي تبقى هي ممكن ترقص معاك، ممكن تضحكك، وهي وشها عبوس جدا، عشان هي مش مبسوطه مهما ما بتقول لك، مهما بيحصل هي عماله تفكر في اللي بيحصل لها، وازاي تعيش بنتها بسعاده وتعيش حاجات كويسه ما تكونش وهي جواها بالظبط، وهي جواها مآسي. انا عايز اقول لك ان الامبريشن بتاع محمد ده انا ما شفتوش كتير، في امبريشن كده انا ما شفتوش بجد والله، غير يمكن مع فيلم تاني قريب قوي من الحته دي، فيلم فاتن سيدات الشاشه العربيه، فاتن حمامه، فيلم يوم حلو يوم مر، كان نفس الحته دي برضو عنها، كان نفس الامبريشن ده، امبريشن اللي هو عزيمه وفيها مراره وفيها كذا حاجه مع بعض، فيها مش عايزه تعيش اللي حواليها نفس هي متحمله هي متحمله مسؤوليه كل شيء، هي اللي بتضغط على نفسها في كل شيء عشان تحاول تنقذ كل اللي حواليها. عايز اقول لك كمان ان الفيلم ده على طول برضو ربط معايا بفيلم انا بحبه جدا، فيلم اللي هو لادري دي بيتشكليت اللي هو سارق الدراجه. تمام، انت اكيد عارف الفيلم العظيم برضه. هو نفس الفتره، تمام، ونفس الجو ونفس كل حاجه. انا بالنسبه لي كان يعني فيلم هايل جدا واستمتعت بيه جدا، وعلى فكره ما حسيتش باي يعني، هو فيه كآبه بس ما حسيتش بالكآبه يعني، الموسيقى والرقص فيه كان حلو. هي دي اللي انا بقول لك عليها يعني، هو الميكس اللي عمله ده يخليك طالع متاثر باللي حصل، بس انت مش بتشد شعرك بقى ولا قاعد تعيط ولا لا، فان انت تعمل الميكس ده حاجه عبقريه جدا، واول تجربه اخراجيه ليها، وكل اللي عملته ده لا بجد شاطره رهيبه بصراحه. طيب تمام. انا كمان اتفرجت
نيجي بقى لايه، للسلسله اللي انا تبنيتها الشهر ده كله، وانت قعدت تقول لي بص ما تضيعش وقتك. اخيرا. يعني انا كان نفسي، انا بجد من اول ما نزل الجزء الاخير من سلسله افلام بلانت اوف ذا ايبس اللي هو نزل بعنوان كينجدوم اوف ذا بلانت اوف ذا ايبس، انا كنت عايز اتفرج فعلا على تطور السلسله دي كلها. يعني انا كان عندي معلومه ان في افلام شويه افلام نزلت في ايه، في اواخر الستينات في اول السبعينات، تمام، بس هيكونوا عاملينها ازاي؟ يعني هيكونوا عملوا القرود ازاي؟ انا ما كانش عندي تصور لده. فقلت خلاص انا يعني هعمل لنفسي كده جدول ان انا هتفرج على فيلم كل يوم لحد ما اخلص السلسله دي، تمام. جبت اول فيلم هايل جدا وحلو ومعمول بجوده مقبوله جدا، يعني برغم طبعا يعني الادوات بسيطه، المكياج والماسكات بسيطه جدا، بس القصه نفسها حلوه وتمثيل تشارلتون هيستون كان حلو، يعني عامل فعلا تعويض لده. انا عايز اقول لك ان انا لحد نص الفيلم ما ربطتش ان هو نفسه بتاع الوصايا العشر، غير ايه ده هو ده صحيح اللي كان عامل دور سيدنا موسى. فاول فيلم كان حلو جدا. تاني فيلم اللي هو بينيث ذا بلانت اوف ذا ايبس اللي هو تحت الكيرف بقى. الكيرف بقى انا اقول لك تاني فيلم حلو، بس جينا في حته كده اللي هو بتاع الموضوع النووي والتاثير افور شويه، بس حلو يعني برضو في معلومات جديده، تمام. وبعدين بصراحه يعني مخبيش عليك، انا كانت نوفا عجباني، يعني انا عجباني الممثله اللي هي مش فاكر نوفا، انا كان نفسي اكمل السلسله كلها بصراحه. انا عايز اقول لك انا كان عاجبني شكلها، يعني عايز افتكر اسمها والله، كانت هي يعني هي موديل حلوه يعني، تمام. بعد كده بقى جينا في الجزء الثالث الرابع الخامس، جزء سيء جدا سيء. بص يعني مش موضوع بقى جوده نص، حاولت الحقك انت اللي ما لا انا كده قلت هتفرج هشوف الموضوع بقى يعني ركيك جدا جدا جدا، لحد ما بنيجي بقى للمرحله الثانيه بدايه من 2001 بلانت اوف ذا ايبس اللي هو بقى بطوله مارك وولبرج. لا بنبدا بقى نصعد بقى ونشوف بقى يعني قصه متماسكه، طبعا السي جي اي والافكس والمكياج اتظبط جدا، فكان عامل فيلم حلو جدا. انا بالنسبه لي طبعا اتفرجت على من اول بقى 2001 2011 2014 2017 2024، دي اللي هي المرحله الثانيه، تمام. انا بالنسبه لي 2024 يعني ممكن اقول ان هو في حاجات حلوه جدا جدا بس مش قوي. انا بالنسبه لي نسخه 2011 و14 و17 حاجات اسطوريه بجد، يعني اولا دخلنا بقى في كم مشاعر وقصص وتاثير حاجه يعني رهيبه، تمام، رهيبه جدا. وعايز اقول لك ان انا اتفاجئت بعد كده لما عرفت المخرج بتاعها، ايه ده، ما هو ده المخرج صحيح، يعني انا مش فاكر اسمه بس المخرج ده عمل حاجات تانية اللي هو لا ده هو مخرج عبقري، ده هو عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. فقلت لا هو فعلا مخرج هايل رفع السلسله جدا. في حته برضو ما كنتش فاهمها في الاول اللي هي حته ايه، احنا رجعنا في 2001 بدانا القصه من الاول خالص تاني، يعني عارف انت مش اللي هو كملنا عليها. بص هو 2001 ده 2001 يعني انت ممكن تستبعده شويه، يعني ده كان عارف انت كانوا بيجربوا العالم ده ينفع يشتغل تاني ولا لا. فلكن هو لو حسبتها زي ستار وورز كده، شفت ستار وورز تمشي ازاي؟ ثلاثيات. استنى ثانيه واحده، افتكرت اسم المخرج مات ريفز اللي عمل ذا باتمان. انت قصدك مخرج السلسله مات ريفز؟ مات ريفز. بص هو بقول لك اللي عجبتني تمام. بقول لك السلسله زي ستار وورز كده بتعمل ثلاثيات، تخلص ثلاثيه في حقبه معينه وبعدين تاخد مده وتعمل ثلاثيه ثانيه في حقبه معينه ثانيه، فده شيء كويس جدا. ليه؟ لان انت لو فضلت مكمل هتقع، الريتم هيقع منك والدنيا هتبوظ. يعني شفت مثلا ثلاثيه سيزر اللي عملها مات ريفز، ثلاثيه ايه قافله على بعضها كده، تشوفها وانت على بعض الثلاثه من اول لحد ما مات، سيره حياته كامله بالظبط، تاخد اوريجين ستوري بتاع سيزر من اول ازاي اتعمل لغايه ما الدنيا راحت فين والسكه راحت فين لغايه ما وصلت الحته بقى تبدا عليها تبني. انت رايح في سكه اللي شفتها في الجزء الاول خالص، فانت هتوصل لكده ازاي؟ ايوه. فطبيعي طبعا انت شفت الجزء الاول فيه الاف في السنين، فانت عشان تنط الاف السنين دي مش هتنفع تمشيها واحده واحده، هتجيب مراحل معينه. لازم يحصل القفزه، لازم تحصل القفزه بتاعت كينجدوم، وكينجدوم هيجي وراه جزئين برضو، يعني تبقى ثلاثيه نفس الفكره، تمام، في ثلاثيه قريبه من بعضها في السنوات نفس ما حصل مع مات ريفز، تمام. طبعا. بعد كده برضه ثلاثيه وهكذا، يعني لو فضلت ناجحه يكملوا بنفس الشكل ده. فده شيء عجبني، خصوصا لو انت
اديتني الثقه راحه فين؟ يعني انت قلت لي المستقبل خلاص هيبقى عامل ازاي؟ فانا مش عايز اوصل للمستقبل بسرعه. ايوه انا عايزك تهدى عليا وتوريني الدنيا بقى هتحصل ويحصل صراعات والبشر يتفوق شويه وبعدين يرجع الايبس شويه وهكذا. مش مره واحده ايه تنهي الدنيا. فده شيء عجبني. وفيلم فيلم الاول بتاع ثلاثيه سيزر ده مفضل عندي بشكل لا تتخيله. يعني بدايه سيزر وجيمس فرانكو ده اصلا بحبه جدا. جدا. الفيلم قصته تحفه. واي نعم المؤثرات بتاعته اقل بكتير من اللي بعديه طبعا. ولكن القصه شالت اي حاجه تانية جدا جدا. يعني نوت سيزر ده لوحده كان بيديني احساس لا تتخيله. يعني اخر جمله دي او اخر كلمه قالها. فلا الفيلم ده له معزه خاصه عندي. كينجدوم فاجئني لاني فكره ان انت تبدا من الاول بقى بشخصيات جديده تماما على الارث الماضي عملها حلو قوي. يعني انا اتفاجئت. انا دخلت سينما وانا بصراحه ايه مقلق شويه, لكن فيلم عجبني بطريقه وكمان الافكتس بتاعته جميله جدا. والقصه تبني عليها قدام كويس برضو بالنسبه للشخصيات الجديده. فلا عجبني هو الجزء الجديد بصراحه. نستني الجزء اللي بعده يعني. تمام. طيب احنا كده تقريبا يعني خلصنا كل الحاجات اللي عندنا في, بس من الحاجات اللي انا شفتها في الشهر كده هقولها يعني بسرعه. انا شفت اول 3 حلقات من مسلسل عمر افندي, وبعد ما شفت اول 3 حلقات قررت ان انا مش هكمل المسلسل ومش هستجيب لكل الضغوط اللي موجوده على السوشيال ميديا, لان المسلسل ما عجبنيش. الاداء التمثيلي بالنسبه لي فيه مشاكل كتيره جدا 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 جدا. ولو انا جبت مشاهد معينه وقعدت اقول للناس طب بص الحته دي, يعني احنا وصلنا في مشهد ان في جمل بتترص ورا بعض ما بيغيرش تون الصوت. يعني انا مش فاهم ازاي. يعني يا بختك انت مش عارف ايه اللي هو ده ورا بعضه. حاجه غريبه جدا. وتاني حاجه من غير ما اشوف ايه, متفق معاك من غير ما اشوفه. يعني انا عارف ان هو يبقى كده. لا ما عجبنيش قوي, ومش منبهر قوي في حته ان هو بيرجع في الزمن او كده. يعني عادي انا بشوف الحاجات دي وبحبها جدا, بس ما عجبنيش التمثيل فما قدرتش اكمل فيه او ما اتحمسش ان انا اشوف الباقي. انا دلوقتي رجعت بتفرج على مسلسل ارابيسك من الاول خالص. تمام. المسلسل ده برضو من المسلسلات اللي كنت مأجل مشاهدتها لفتره طويله قوي. بحاول ان انا اقفل كل مسلسلات اسامه انور وكاشه. طبعا انا شفت المسلسل ده من زمان وانا صغير يعني, لكن عايز اشوفه تاني لان فكره الهويه والحاجات دي كنت عايز اشوف ازاي اتناقشت في المسلسل. وطبعا عشان الله يرحمه صلاح السعداني كمان ده يعتبر يعني ده دور المسلسلات بتاعته, فكنت مهتم ان انا اتفرج على ارابيسك. فان شاء الله الشهر الجاي ده هخلصه. عندي خطط كمان كده لكذا سلسله. انت خليتني دلوقتي هضيف سلسله إليون. تمام. هستنى منك بقى تقول لي اتفرج على ايه بالظبط في السلسله دي. تمام. وعندي الشهر الجاي ان شاء الله انا من احتمال من بكره هبدا اتفرج على الجزء الثاني من رينجز اوف باور. تمام. الجزء الثاني خلاص نزل او نزل 5 حلقات. رينجز اوف باور اللي هو اوكي يعني من بكره ان شاء الله هبدا اتفرج على الحلقات اللي نزلت. في ناس عندها برضو يعني شويه حاجات كده نقد عليها او بتاع, وانت عارف ان كان في خناقه جامده قوي الموسم الاول كان بينهم وبين هاوس اوف دراجون, لان كان في فريقين اهلي وزمالك كده. فانا مش واخد اي فريق, انا بتفرج على الحاجه اللي بتعجبني. لو في حاجه كويسه هنتكلم عنها يعني. في عندي كمان في عندي شويه افلام برضو حاجات غريبه كده, تشكيله اسباني على ايطالي على حاجات كده, لان الفتره الجايه يمكن ما فيش عندنا غير جوكر 2 هو اللي هينزل في اول يعني, وجلاديتور 2 كمان هينزل بعد جلاديتور كمان 2 هينزل. ف في عندي كمان حاجه برضو احب انصحك برضو اتفرج عليها, ما اعرفش هي نزلت دلوقتي ولا ممكن تنزل الاسبوع ده, اللي هي حلقتين وثائقيتين عن ازاي اتعمل مسلسل ذا سوبرانوز. سوبرانوز سمعت عنهم. فده برضو هتفرج عليه. انا بعشق مسلسل سوبرانوز, واحتمال احتمال السنه الجايه يعني ان شاء الله لما يجي يناير او كده ابدا اتفرج عليه تاني, اتفرج على كل السيزونات يعني. فدي خطط ان شاء الله الفتره الجايه. انت عندك ايه بقى الشهر الجاي ده مرتبه؟ بص انا كل سنه في طقوس كده بعملها في شهر 9 وشهر 10. افلام الرعب عارف انت, رعب. تمام. رعب فقط لا غير. فانا حاليا بتفرج بغزاره شويه افلام رعب, بعيد الافلام القديمه المفضله عندي, وبتفرج على اي افلام ما شفتهاش قبل كده غير اللي هينزل جديد. طبعا كده كده الموسم ده بينزل فيه افلام رعب كتير خصوصا شهر 10 يعني. فانا هدي لك ترشيحات كلها تبقى رعب اللي جايه, فايه ركز معايا عشان انت ما بتحبش الرعب قوي, بس انا ايه
انا هجيب لك الحاجات المتنقيه. يعني انا بحب جدا الرعب النفسي، يعني انا ما بحبش الرعب اللي هو الحاجات الجامب سكيلز والحاجات لا انا بحب الرعب النفسي اللي هو زي مثلا يعني ميد سامر، زي هيريديتري، اللي حاجات اللي هي دي. تمام، انا شفت انت ماشي. انت اتفرجت على هيريديتري الشهر اللي فات برضو؟ تمام، ده لازم يتعاد كل سنه معايا ده اساسي. تمام، انا هتفرج عليه لان انا ما اتفرجتش عليه لحد دلوقتي. يعني انا اتفرجت على ميد سامر لسه مش فانا هشوفه بقى. تمام، يعني هشوفه ان شاء الله. حلو قوي. يعني حلقه شفنا لك الجاي ان شاء الله هقول لك رايي فيه. طب قلنا يعني انا اري استر بالنسبه لي يعني رايي معروف فيه، بس يعني هقول لك حسيت التجربه ازاي. بالمناسبه بقى بعد هيريتاري شوف انت شفت بو ذا فريد بتاعه؟ شفته. ايوه طبعا شفته. تمام، طيب شوف بقى الافلام القصيره اللي هو عملها. ماشي تمام. احنا على فكره نسينا نتكلم عن تجربه مهمه جدا، كايند اوف كايندنس. تمام، بس انت قلت لي ان هي مش عاجباك جدا، فيعني قول حاجه سريعه كده في دقيقه واحده، قول ايه اللي ضايقك. اللي ضايقني ان الفيلم مش متماسك. يعني هو الفيلم حب يعمل ثلاث قصص، اوكي انا بحب القصص القصيره جدا او ان انت تعمل قصص، بس اولا هو حب يعمل قصص غير مترابطه عشان يربطها لك بشكل سريالي شويه، انت يعني انت تفكر وتربطهم بطريقه معينه. تمام، تعال بقى نمسك كل قصه لوحدها مش حلوه. رتمها واقع جدا، الفيلم رتمه مش طبيعي. اللي هو انت ممكن تقعد نص ساعه ما تعرفش ايه اللي بيحصل اصلا، والقصه خلاص قرب تخلص، القصه خلصت، ايه اللي حصل بقى؟ مش عارف. تخش على القصه اللي بعديها، تبدا من الاول، على ما تبدا تشوف ايه اللي بيحصل برده القصه بتخلص. فاللي هو انت ما بتوصلش لحاجه. يعني انا يورجس، انا بيج فان ليورجس من زمان. افلام غريبه بقى، افلام سرياليه، اي حاجه عملها انا بحبها، والغايد بور ثينجز انا اتخانقت مع ناس كتير بسببه، يعني بسبب ان انا بحبه جدا. لكن ده حقيقي فيلم سيء، يعني مش فيلم مقبول، لا هو فيلم سيء، انا ما عجبنيش نهائي. وحتى التمثيل بتاع الممثلين كلهم انا بحبهم، لا اقل حاجه يعني. ويليام ديفون لسه مبجل فيه من شويه، مفيش، لا اداء كله باهت كده، تحس ان هم بيقدموا حاجه هم مش فاهمينها. عارف انت لما كنت بتمس حاجه انت مش فاهمها، فانا حاسس كده وانا بتفرج. هو ظروف انتاج الفيلم ده، يعني حسب ما انا كنت عرفت ان هو كان بيتصور في نفس الوقت اللي كان بيتعمل وايلد ثينجز. تمام، يعني هو التجربتين والمشروعين مع بعض، كان تقريبا كان حد بيقول ان هو بياخد ميزانيه معينه لانتاج فيلم، وقصاد ده انه هيعمل فيلم تاني من اختياره ومن قصته ومن اسلوبه وكل حاجه. فيعني انا عايز اقول لك ان ده هو ده اللي هو عايزه، يعني اللي هو يورجس لانتموس هو ده اللي هو حبه، مش التاني قوي يعني. انا عارف حته ان هو بيعمل مع بعض، بس لا كانوا بيتصوروا مع بعض وبيتمنتجوا مع بعض، يعني الفكره ان هم كانوا معمولين مع بعض، كان بس سايب الكات الاخراني خالص. طبعا انا مش هتفرج عليه بما ان انت يعني ما عجبكش، فانا ما اعتقدش يعني ان انا هيعجبني. تمام، لان انا يعني انت مثلا بتقول ان في مشكله في التسلسل، القصه، في رتمها، الكلام ده كله، انا بالنسبه لي ممكن اتقبل ان يبقى في افكار غريبه، افكار سرياليه، لو القصه نفسها شداني. فلو في مشكله في القصه مش هستحمل ده بقى، يعني مش هستحمل ان انا ادور ورا حاجتين، ادور ورا القصه وادور ورا المغزى من الطريقه السرياليه بتاعتك. فيعني انا بالنسبه لي هستبعده، الا لو في حد طلع بتفسير معين وقال ده بص خلي بالك من كذا، ساعتها ممكن افكر، لكن غير كده لا، يعني مش هيكون في قائمه مشاهداتي. تمام، اوكي. احنا كده خلصنا. تمام، وزي ما وعدتك واحنا قعدنا ساعه بالظبط، يعني تقريبا 8 دقايق دول بس التظبيط. انا بعتذر، انا قلت لك قبل كده ان انا الكلام في الافلام، انا لو طول اليوم بتكلم في الافلام انا ما بزهقش، والكلام معاك انت عارف يعني انا بحب الكلام معاك ازاي، بس فعلا الدنيا عندي بس الوقت مش مظبوط الفتره دي، بس الحمد لله احنا لحقنا نظبط يعني حلقه كده. اتمنى انا مبسوط يعني جدا ان احنا عملنا الحلقه دي النهارده، ومبسوط ان احنا اتكلمنا على الحاجات اللي احنا اتفرجنا عليها، شفنا لك في الحلقه في الشهر اغسطس والعشر ايام من سبتمبر. انا بالنسبه لي برضو يعني انا حتى صوتي رايح وكده برضو، بس كان لازم اعمل الحلقه دي لان بجد انا كنت مهتم اعرف رايك في حاجات كتير قوي نزلت. الترشيحات اللي انت قلتها لي هبدا ان شاء الله اجهز اتفرج عليها في الفتره الجايه، ولكل اصدقائنا برضو هظبط. لكل اصدقائنا لو في حاجه معينه برضو ترشحوها لنا ان احنا نتفرج عليها الشهر الجاي ونتكلم عنها، برضو هنستنى تعليقاتكم. بشكرك جدا يا محمد. تمام، واتمنى ان انا ما اكونش ضيف تقيل عليك في الوقت ده، انا عارف ان هو وقت مضغوط جدا. بس
تمام. وبعدين بقول لك ايه، انت مش ناوي تخطف نفسك كده وتيجي في مره نخش الجوكر مع بعض؟ اي اكيد حاجة. بص انا اكيد ان شاء الله بس اظبط نفسي يعني اظبط مواعيدي واجي لك. لا هنختار حاجه جامده بقى، سيبك من جوكر، جوكر ده انا مش متفائل عشان مش مشكله ليدي جاجا اه يعني خلينا في حاجه كده ان شاء الله نظبط، وهجي ان شاء الله ونحضرها مع بعض. بشكرك مره تانية تمام، وان شاء الله نتقابل بقى في اخر اكتوبر مثلا او حاجه، او في نص اكتوبر نتكلم على لما تنزل حاجه هيت كده كويسه يعني، ما نضيعش وقت عليها نخش على خلاص تمام ان شاء الله. ماشي بشكرك مره تانية تمام، ونتقابل على خير ان شاء الله.